في صحة خالد بيه. يخرب عقلك ازاي؟ لعب يا مجرمين! انت ازاي تخش كده من غير استئذان؟ مش تخبط؟ ده انا هشرب من دمكم. بلاش سوء ظن، ده احنا كنا قاعدين بننقل كده. شغل شغل عيب. اذا ما خرجتش دلوقتي انا هبلغ البوليس. انت عايز مننا ايه؟ حقيقة انا كنت مغفل لما صدقت واحدة سافلة وحقيرة زيك. نعم، مين فينا اللي سافل وحقير؟ مين اللي مد ايده وسرق؟ مين اللي ضحك على الناس بشوية شعارات يا صاحب المبادئ؟ بتمد ايدك عليا؟ بتمد ايدك على واحدة من اسيادك؟ ده انا يوم ما عرفتك كنت بتنازل واقلل من كرامتي. اطلع بره قبل ما اطلب لك البوليس وخلي فضحتك بجلاجل.